تواصل دول العالم جهودها لخفض الانبعاثات والعوادم الكربونية الناجمة عن المركبات الملوثة للبيئة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. وتتخذ دولة قطر خطوات مماثلة لخلق بيئة أفضل للأجيال الصاعدة والقادمة. ومن هذا المنطلق اعتمدت وزارة المواصلات سياسة استخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي يورو 5 ضمن خططها في استخدام الطاقة النظيفة لتطوير النقل البري والمواصلات. وسيتم تطبيق استخدام وقود الديزل يورو 5 على كافة واردات قطر من الحافلات والشاحنات ابتداء من العام 2023. ولكن ما هو الديزل النقي يورو 5؟ هو ديزل صديق للبيئة خال من المادة الكبريتية، يتبع أفضل المعايير والمواصفات عالميا، ويعمل بشكل كبير على الحد من العوادم والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والصحة العامة. فمقارنة بوقود الديزل المستخدم حاليا يورو 2 أو يورو 3 لا تتجاوز نسبة انبعاثات أكسيد الكربون في وقود الديزل يورو 5 1.5%، كما أن الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكبريت لا تتجاوز 10 أجزاء في المليون، وكثافة الدخان تتراوح بين 1 و1.5 جزء في المليون. جهود حثيثة تقوم بها وزارة المواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين بدائل متعددة تدعم استخدامات الدولة من الطاقة النظيفة في وسائل النقل، سعيا لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال توفير منظومة نقل اقتصادية وآمنة وصديقة للبيئة، تنفيذ الاستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 نحو غد أكثر صحة وأمنا واستدامة.